تعقيبا على موضوع تقارير الايتيمز خاصة، سواء اللي انا عايز اجمعها عشان المخزن او ان انا اشوف موضوع المبيعات جيد، فانا محتاج النهاردة اعمل ايه؟ ان انا قلنا فاتورة المبيعات انا شركة صغيرة، بالتالي ما بدخلش انا في الدليفري نوت، ما بدخلش في البيرشيز اوردر، محتاج ان انا على طول من الفاتورة بلم البضاعة من المخزن واطلعها على السيارة على طول المندوبين بيمشوا. فانا محتاج تبقى السيلز انفويس على مستوى كل درايفر. جيد، احنا قلنا مفيش هنا درايفر في الفاتورة، مفيش درايفر، يعني لو عملنا فلتر بالدرايفر دراي مفيش، ما بيجيبش هو السواق موجود. طب اضيفها ازاي؟ جيد، خلينا نشوف، ناخد هنا نسخة ونشوف ازاي نضيفها، ازاي ناخد في الاختيار. هنخش الاكاونتنج وبعد او المحاسبة ونخش على البعد المحاسبي او الاكاونت دايمنشن، واقول له ضيف لي الدرايفر. طبعا اكون انا مظبط الاسامي السواقين منين؟ من الاتش ار اهو. اجي اقول له طبعا زي ما قلنا الافضل هنا يكون بالانجلش، العربي ممكن ما يجيبش الاسم اهو. هيضيف لي السائق، اقدر ان انا اعمل منه فلتر. اول هنشوف الفاتورة هتتأثر ازاي. هنشوف، لا هنعمل بس تحديث، دايما ننتبه موضوع التحديث ده. جيد، هنشوف الفاتورة، اقول له اعمل فاتورة جديدة. جيد، هخش على اكونت دايمنشن وانا بعمل فاتورة اتذكر. هيقول لي اسم السائق ايه، اسم السائق اقدر اختار اسم السائق اللي انا مدخله. هي انا ممكن اخليه اجباري، يعني احنا واحنا بنعمل اكونت الاكونتنج دايمنشن او البعد المحاسبي بيسالني هل اخليه لك اجباري ما سيفش، سواء للبند من بنود الميزانيه او بند من بنود قائمه الدخل اللي هي المصاريف والايرادات. ممكن اقول له اجباري ما تخرجش من الفاتوره الا لما اعمل هنا اسم السواق، بس لما هقول له اجباري معناتها ان في كل اي حركه هتتم على المصاريف او الايرادات او المبيعات لازم يسالني السواق ايه. واعتقد ده مش هيبقى عملي، يعني انا بالنسبه للمصاريف اغلبيه المصاريف ما تبقاش على سواق معين، انما ان هي الاشكاليه في انت الواحد يسهى هنا ينسى يكتب مع الاستعجال، ممكن المحاسب اللي بيعمل فاتوره يسهى يكتب السواق. جيد، فلازم يكون في حاجه تنبهه ان لازم تكتب السواق، غير كده مش هتظهر عنده. ماشي الحل. طيب نبص بقى ازاي هنعمل التقرير. هم محتاجين نعمل تحديث ولا تظهر معانا؟ نشوف كده هنا، نكتب بقى درايف. طيب نعمل تحديث. هنقول له اعمل فلتر بالتاريخ ده وبالسواق ده، هات لي البيانات بتاعت السواق ده. الدرايفر اقدر اختار هنا، اقدر الدرايفر من خلال الفاتورة. طيب في نقطة مهمة برضه لازم ناخد بالنا منها، ان انا لو انا بشتغل على طول من فاتورة المبيعات، وانا طبعا لا الاي ار بي لا انصح ان احنا نعمل كده، لازم يكون سيلز اوردر وبعد كده الدليفري نوت وبعد كده الفاتورة. طب انا لا انا شغال على طول الفاتورة، فننتبه لحاجة ان انا هنا لو ما علمتش على دي مش هيأثر عندي في المخزن، لازم مع كل فاتورة او معلم على دي عشان يأثر في المخزن عندي، لو سهيت خلاص مش هيأثر عنه، وبتحصل كتير. طب نعالج الحتة دي ازاي؟ ما دام انا كل شغلي على طول مباشرة دليفري نوت، هنرجع للكستمايزيشن، هنعمل لها كستمايز، ونيجي هنا في جزئية هنا نختار اللي هي اسمها ايه، الستوك ابديت، ابديت ستوك. هنبحث مع بعض على ابديت الصفحة التانية. ماشي، هنلاقيها لسه صفحات كتير. ابديت ستوك، جيد اهي، اخليها هنا، اخليها دي واحد. ماشي الحال كده، لما انا اخليها لواحد هو مباشرة هيعملها صح اهو. هنخرج، عملنا واحد، نعملها ابديت. تمام، ونخرج نقول له تحديث برضو. ماشي،
وهنروح نعمل فاتورة. سيلينج سيلز انفويس، اقول له اد. بص اهو علم هو لوحده خلاص، حتى انا لو انا سهيت هو شغال اوتوماتيك. طبعا دي في حالة لو انا طبعا ما فيش ديليفري نوت، لو انا كل شغلي بهذا الشكل. انما لو مرة كده ومرة كده يبقى الافضل ما اخليش ان انا اللي اعلمها، ما اخليش السيستم يعلمها لوحده. انما لو انا كل شغلي مباشرة على الفاتورة فدي هتحل لي اشكالية كبيرة. يسر الله لنا ولكم كل امر. السلام عليكم.